ما حدث من أحد النواب يظل أخو وحبيب وعزيز، وأنا كل إخواني النواب حقيقة لهم مكانة خاصة. أحيانا بعض الأخوة شوي يأخذ الحماس أو يفهم بعض الأمور بطريقة ليست كما يعني هي أو أتمناها أنا، لكن يظل عزيز. وبالتالي يعني مجيء الأخ عند مقعدي و يعني قول بعض الأمور احتويناه وانتهى، والموضوع يعني وقد عند هذا الحد، وعزيز يظل عزيز وغالي والحمد لله على طول الموضوع هذا انتهى. وهذه تحدث كثير في المجالس وفي الجلسات، خلينا نتجاوز هذه الجزئية.